بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان وحلقه جديده وحارس الاهلي. يمكن الحقيقه الكلمات مش ممكن يعني تعبر على اللي جوايا او اللي جوانا كلنا كفريق عمل. الاستقبال بتاعكم وردود الفعل الرائعه الجميله اللي حسينا بيها من قبل ما نبدا وساعه الحلقه وبعد الحلقه ولحد دلوقتي، وده بيحملنا مسؤوليه مهمه جدا ان شاء الله هنكون قدها، يا رب نكون قدها ان شاء الله. النجاح اللي حصل او اللي بنشوف انه حصل الحمد لله والشكر لله بيقول ان انتوا عندكم ثقه كبيره جدا فينا، وان احنا لازم نكون قد هذه الثقه، وباذن الله هنكون قدها. احنا كل يوم داخلين امتحان، وكل يوم عايزين نجيب اعلى الدرجات في هذا الامتحان. امبارح عشان الحلقه الاولى يمكن ما قلتلكوش النهج او المنهج بتاع هذا البرنامج. اولا هنلتقي دائما من الاحد الى الاربعاء من الساعه 10 ان شاء الله مساء. احيانا هيكون معانا يوم الخميس باذن الله طبقا للاحداث والظروف والمستجدات، لكن برنامجنا الاساسي من الاحد الاربعاء الساعه 10 مساء مع المباريات المهمه. ممكن نتاخر شويه على فكره. البرنامج في قناه النادي الاهلي بيتكلم على اخبار النادي الاهلي، لكن احنا لكل الانديه. امبارح لقيتوا اخبار عندنا لانديه مختلفه، كل الانديه، لا توجد لدينا اي حساسيات في تناول اخبار اي نادي. لكن هنا هيكون دورنا، احنا هنا حارس الاهلي، نحن بنحرس الاهلي من الاشاعات من الاكاذيب، بنوضح الاخبار الصحيحه وبنقولها حتى لو كانت هذه الاخبار مش محبه او مش مستحبه قوي لبعض الجماهير، لكنه هنقول كل الاخبار بمنتهى الوضوح وبمنتهى الامانه. اذا انت بتتكلم على توك شو رياضي، الجزء الثاني منه او جزء كبير منه بيخص النادي الاهلي، لكن ايضا في جزء كبير لكل الاخبار الرياضيه في الرياضه المصريه.